السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار المحلية من تلفزيون دولة الكويت نبدأها بأهم العناوين. رئيس مجلس الأمة يؤكد أن رجال الأمن في الكويت يقدمون أروع الأمثلة على التضحية والإيثار. الشيخ محمد الخالد الصباح يكرم ضباط وأفراد قوة الاقتحام في حادث إطلاق النار بتيماء. واختتام الاجتماع 13 للوزراء ورؤساء الخدمة المدنية بالتأكيد على تحقيق المساواة بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالقطاع الحكومي. مرحبا بكم. استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان صباح اليوم سمو الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح. استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم سمو الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح. أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أن رجال الأمن في الكويت كانوا وما زالوا يقدمون أروع الأمثلة على التضحية وإيثار النفس في سبيل ترسيخ الأمن والأمان في البلاد. وقال رئيس مجلس الأمة عقب قيامه بزيارة إلى رجلي الأمن المصابين بحادث في إحدى المهمات الأمنية في منطقة تيماء قبل يومين، وهما الرقيب أول سعد العنزي والرقيب أول عبد الله جيرمان، قال إن الكويتيين يثمنون عاليا تضحيات رجال الأمن في تعزيز الأمن واستتبابه في ربوع البلاد. وأضاف الغانم أن العنزي وجيرمان ما هما إلا مثالا متجددا لعطاء الشباب الكويتي وتحمله المسؤولية وتفانيه في خدمة وطنه. قام رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالوكالة ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح بتكريم ضباط وأفراد الاقتحام التي تعاملت مع حادث إطلاق النار في منطقة تيماء، تقديرا لشجاعتهم وإخلاصهم وعطائهم من أجل الوطن والمواطنين. ونقل الشيخ محمد الخالد الصباح إلى المكرمين تحيات وتقدير القيادة السياسية، كما أعرب عن شكره العميق لرئيس مجلس الأمة ومجلس الوزراء والمواطنين وكافة شرائح المجتمع المساندة ولرجال أجهزة الأمن على تضحياتهم بأرواحهم لتحقيق الأمن والأمان والتصدي الحازم لكل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد وسلامة المواطنين، كما عرب عن تقديره العميق لجهود قوة الاقتحام وهنأهم بمناسبة صدور القرار الوزاري الخاص بترقيتهم إلى الرتبة الأعلى استثنائيا. وأكد الشيخ محمد الخالد الصباح أنهم مثال يحتذى به على ما قاموا به من جهد خلال واقعة إطلاق النار في تيماء، وحثهم على مواصلة الالتزام باليقظة والجاهزية من أجل حفظ استقرار الأمن وفرض هيبة القانون حتى يتحقق الهدف المنشود. التقى رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالوكالة ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح اليوم وبحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح، وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية ووفود الاجتماع التحضيري 20 للجنة وكلاء بدول مجلس التعاون الخارجي والمنعقدين في البلاد. وقد تم خلال اللقاء مناقشة أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماعات وما تحقق من إنجازات ومشاريع التعاون الخليجي المشترك في مجالات الخدمة المدنية من أجل توحيد النظم والهياكل والإجراءات التي سيتم تطبيقها في دول المجلس، وتشمل قطاعات عريضة من العاملين المدنيين في مختلف الأجهزة الأمنية. اختتمت في البلاد اليوم أعمال اجتماع 13
للوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون الخليجي. وكان الاجتماع قد بدأ بجلسة تحضيرية رأسها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح. تحديات متعددة تواجه أجهزة ودواوين الخدمة المدنية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي المرتبطة ارتباطا وثيقا بالعديد من المتغيرات والتطورات والاكتشافات العلمية، لذا بات من الضروري تكاتف الجهود للوصول إلى التطلعات المرجوة. فمن هنا جاءت أهمية انعقاد الاجتماع 13 لأصحاب المعالي والوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون الخليجي لتسليط الضوء على ما تم إنجازه والنظر إلى البرامج المستقبلية. أن وزارات وأجهزة ودواوين الخدمة المدنية والموارد البشرية بدول مجلس التعاون مطالبة ليس فقط بالسير مع ركب التغيير والتطوير الذي يحدث في علوم ومجالات وآليات الإدارة العامة ووسائل الاتصال ونظم تكنولوجيا المعلومات، بل تخطي هذه المرحلة إلى تهيئة الأجهزة التنفيذية نحو متطلبات الإدارة الرشيدة والحوكمة وإدارة المعرفة وإدارة الجودة الشاملة والعمل وفق مبادئ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين. جملة من الموضوعات تم تدارسها من قبل وكلاء الخدمة المدنية في اجتماعهم التحضيري، والتي تتعلق بمجالات الخدمة المدنية والتنمية الإدارية والتركيز على جانب الامتيازات المالية المتساوية بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي. واحد من أهم المواضيع اللي هو متعلق في معاملة مواطنين مجلس التعاون الخليجي، معاملة متساوية في مختلف دول مجلس التعاون من حيث العمل ومن حيث الامتيازات المالية، وكذلك أن يكونوا متساوين فيما بعد العمل اللي هو في مجال التقاعد. فهذا موضوع أخذ جانب كبير من النقاش والبحث. تبادل الخبرات الخليجية بنظام الاستعارة وتوفير فرص وظيفية للشباب، بالإضافة إلى التنسيق بين وزراء القوى العاملة، قضايا ومواضيع تصدرت أجندة هذا الاجتماع. ما يتعلق في نظام الإعارة، حيث أن هناك العديد من الخبرات اللي موجودة في دول مجلس التعاون، وتم تكليف الأمانة العامة بحصر هذه الخبرات. تم تقديم مقترح أن يكون هناك اجتماع مشترك فيما بين دول مجلس التعاون، وهذا الاجتماع يضم وزراء العمل ووزراء الخدمة المدنية، وسيعقد إن شاء الله في بداية السنة القادمة في الدوحة في قطر. تطرق المشاركون إلى محور معادلة الشهادات الجامعية، إلى جانب النظر والتمعن في القوانين والمواثيق التي اتبعت وستتبع لمكافحة الفساد الإداري. ستعقد هناك ورشة عمل كاملة ستكون في دولة مملكة البحرين فيما يتعلق في هذا الموضوع اللي هو الفساد الإداري والتسيب الإداري، وستطرح تجارب الدول في مكافحة هذه الظواهر السلبية، وستكون إن شاء الله يعني في بداية السنة القادمة ستعقد 4 ورش عمل متخصصة في مملكة البحرين للنظر في هذه الأمور وبحثها ووضع الحلول المناسبة إن شاء الله لها. مواضيع تستحق القراءة والحوار أدرجت تحت أجندة هذا الاجتماع، والتي تتعلق بأهم التحديات التي تواجهها أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون الخليجي للوصول إلى قرارات وتوصيات تصب في نهاية المطاف في التطوير الإداري والتنمية البشرية ذات العلاقة بشؤون الخدمة المدنية. لمى أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت. أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن الحكومة أنجزت 56% من الخطة الإنمائية متوسطة الأجل الأولى والتي انتهت في أبريل الماضي. وقالت الوزيرة الصبيح بمناسبة افتتاح معرض المنتجات الجديدة في عالم البناء 2014 إن هذا المعرض يتيح للمتخصصين مناقشة القضايا التي تهم قطاع الإنشاءات المحلي وسبل دعم خطة التنمية، إضافة إلى تشجيع وتحريك الاقتصاد الوطني.
ضمن المشاريع التنموية الرائدة التي تقبل عليها الكويت في الفترة القادمة، أقيم معرض بيج فايف، والذي يؤكد على أهمية الصناعات التي تدخل في عملية الإنشاء والتي هي جزء لا يتجزأ من العملية التنموية. قيم هذه السنة تحت رعاية سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وهذا يؤكد أهمية هذه الصناعات وهذه الأمور التي تدخل في الإنشاءات لتدعيم خطة التنمية. هذه المعارض نشجع عليها ضمن خطة التنمية، لأنها تشجع على كذلك على تنمية الاقتصاد، وتشجع على التبادل الخبرات بيننا وبين الدول المختلفة. يضم المعرض الكثير من الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في عالم البناء والتعمير بهدف اطلاع الزوار على آخر المستجدات في هذا العالم. معرض البيج فايف يعتبر أكبر معرض بالريجن عندنا بالمنطقة بخصوص الإنشاء والآلات الثقيلة. المعرض موجود في أكثر من دولة، المركز الرئيسي له دبي، لكن الحمد لله عندنا السنة الثانية هذه. المعرض مهم بالنسبة للكويت، احنا في حقبة إن شاء الله بالتنمية، لاجئين على انفراستراكشر، بناء بنية تحتية جديدة، بناء مثلا عندك قطاع الإسكاني وقطاع الإنشاءات. عموم الكويت في نهضة عمرانية إن شاء الله بدت قبل سنتين، يمكن فعليا شافوها الناس، طبعا تخطيط مسبق من سنين بدت، وان شاء الله قاعد تكبر كل سنة عن سنة. شركتنا شغالة في العشب الصناعي وتركيب الملاعب الصناعية، واحنا ديت مش اول مشاركة لينا في معرض بيك فايف الكويت، احنا شاركنا السنين اللي فاتت، من سنتين برضو شاركنا مرة، وديت المرة التانية لينا هنا في الكويت ونشارك في البيك فايف. هذا المعرض يعد فرصة ثمينة لجميع الصناعيين والموردين والزوار على حد سواء للاستفادة من الخدمات المقدمة والمعروضة خلال المعرض. مروة محرم، تلفزيون دولة الكويت. بدأ وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الخامسة في مجلس الأمة زيارة رسمية اليوم إلى بلغراد، تستمر 3 أيام لبحث مجموعة من القضايا المشتركة بين البلدين. ويلتقي الوفد البرلماني خلال هذه الزيارة برئيسة البرلمان الصربي وعدد من كبار المسؤولين هناك لمناقشة العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. تأتي زيارة وفد الصداقة في البرلمان الكويتي إلى صربيا في إطار حرص الكويت وبلغراد على تعزيز العلاقات بين البلدين والارتقاء بها إلى آفاق جديدة. وفي هذا السياق كان للوفد البرلماني لقاء مع رئيسة برلمان صربيا مايا غولكوفيتش، وتناول الجانبان كيفية استثمار العلاقات الطيبة بين البلدين في سبيل تقديم أفضل النتائج من خلال التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية بما يخدم شعبي البلدين. نحن نعتقد أن يعني العلاقات المتينة بين الكويت وصربيا، والتي يعني طاف عليها أكثر من 50 سنة، إلا أن يعني تحتاج إلى تطوير في كثير من المجالات، ولذلك يعني أنا أعتقد أن الزيارات، تبادل الزيارات بين البلدين، هي يمكن أحد الأسباب التي من الممكن أن تطور تلك العلاقة. التبادل التجاري بين الكويت وصربيا ضعيف، هناك إمكانيات هائلة في صربيا في مجال الاستثمار وفي مجال السياحة، أنا أعتقد تحتاج إلى تطوير في هذا المجال، منها المجال الاستثماري تحتاج إلى تطوير بعض القوانين وحتى تضمن المستثمر، ضمان المستثمر وتسهيل مهامه في صربيا. وتجدر الإشارة أن صربيا تبدي اهتماما بالتنمية وتطوير العلاقات الثنائية مع دولة الكويت في مختلف المجالات، وترى في علاقاتها مع الكويت استمرارا وامتدادا لعلاقات الكويت بيوغوسلافيا السابقة، الأمر الذي يعطي تلك العلاقات بعدا تاريخيا، وحظيت برعاية القيادة السياسية لكلا البلدين والمؤسسة على الاحترام المتبادل. أنا سعيد جدا على قيام
وفد من لجنة الصداقة في البرلمان الكويتي إلى زيارة رسمية إلى بلغراد، وهي تعتبر الزيارة الأولى لنوعية هذه الوفود التي هي تمثل وفد الصداقة البرلمانية بين الكويت والدول الصديقة. طبعا الاجتماعات كانت مثمرة وهادفة وكانت على أعلى المستويات. وفي مقر الحكومة التقى الوفد البرلماني الكويتي مع رئيس الحكومة السيد ألكسندر فوتشيتش الذي أبدى حرصه على تعزيز علاقات البلدين وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بينهما. وكان البلدان قد وقعا العديد من الاتفاقيات في إطار التعاون الثنائي تتمثل في المساعدات المالية والقروض الميسرة التي منحتها دولة الكويت لصربيا في مجال تطوير شبكة سكة الحديد وشبكة الصرف الصحي في كل من مدينتي بلغراد ونوفي بازار. وجدنا من خلال لقائنا مع رئيس الحكومة أن الحكومة الصربية تكن للشعب الكويتي وإلى صاحب السمو أمير البلاد كل تقدير واحترام، وأبلغونا يعني في الحقيقة عن يعني احترامهم وتقديرهم للمساعدات الكويتية لجمهورية صربيا أثناء بعض الأمور وبعض الكوارث التي حصلت في صربيا. لقينا كل ترحيب في عملية تفعيل التعاون في الأمور الاقتصادية والتجارية وأيضا في الأمور الصحية والرياضية. وجدنا أن هناك فعلا هناك جدية من الجانب الحكومي أيضا الصربي في تفعيل التعاون من خلال اللجان الحكومية أو اللجان البرلمانية. ومنذ إعادة افتتاح سفارة الكويت في بلغراد في عام 2009 سجلت العلاقات بين البلدين قفزات نوعية، ومن ثمرتها اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني واتفاقية المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية وأخرى لتجنب الازدواج الضريبي وغيرها من الاتفاقيات التي وضعت اللبنة الأساسية لقواعد العلاقات الثنائية. علاقة الكويت وبلغراد ليست وليدة اليوم، وإنما تعود إلى تاريخ قديم، حيث بنيت هذه العلاقة في عهد يوغوسلافيا السابقة منذ ما يزيد عن 5 عقود، وتبنتها صربيا وأخذت نفس المسار. عماد عبد الرؤوف، تلفزيون دولة الكويت، من أمام برلمان صربيا بلغراد. بين أصالة المكان ومعاصرة الزمان، خطوات كبرى ومشاريع عملاقة تسير بالمملكة العربية السعودية نحو مزيد من التقدم والرخاء في ظل خادم الحرمين الشريفين. فالمملكة تجمع بين التميز والتفرد لتكون بحق مملكة الأصالة والمعاصرة. برنامج خاص عن اليوم الوطني 84 للمملكة العربية السعودية يأتيكم في الأوقات التالية. أهلا بكم من جديد. أقامت سفارة دولة الكويت في المملكة البحرية احتفالية لنيل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لقب قائدا للعمل الإنساني وتسمية دولة الكويت مركزا للعمل الإنساني من قبل الأمم المتحدة. عميد السلك الدبلوماسي الشيخ عزام الصباح سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة نيل سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لقب قائد العمل الإنساني وتسمية الكويت مركزا للعمل الإنساني، وبحضور عدد من رجال السلك الدبلوماسي ونخبة من المهنئين للكويت بهذه المناسبة الهامة. الحقيقة استجابة لمشاعر الفرحة والسعادة اللي استشعرنا فيها في مملكة البحرين من أهل البحرين، أقمنا هالاحتفاء البسيط لنشكرهم على مشاركتهم ومشاطرتهم، فرحتنا في هذا التكريم الأممي الغير مسبوق لدولة الكويت كمركز للعمل الإنساني ولقائدها التاريخي سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح حفظه الله ورعاه كقائد للعمل الإنساني.
والحقيقة أن هذا التكريم هو لأهل الخليج جميعا، لنا جميعا الذين عرفوا ومنذ القدم جبلوا وفطروا على حب الخير والعمل الإنساني. ولنا جميعا الحقيقة أن نفتخر ونعتز في هذا التكريم، وبالتالي لن نستغرب أن يمنح صاحب السمو هذا اللقب، وهو القائد وأسميه أنا الزعيم الإنساني العالمي، وأن تمنح الكويت لقب المركز الدولي الإنساني. فتاريخ الكويت حافل بالعمل الإنساني والمجهود الإنساني والتضامن البشري، وكل شعوب العالم تقريبا التي شهدت محنا وكوارث ومشاكل إنسانية وجدت في الكويت الطرف والرفيق والصديق عند الضيق. يمثل لقب قائد العمل الإنساني تكريما هاما ومعززا لجهود وإسهامات سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في العمل الإنساني، ودعمه الدؤوب للعمليات الإنسانية للأمم المتحدة التي ضعفت الحاجة إلى أساليب معالجة جديدة قادرة على مواجهة ما يهدد الإنسانية من كوارث طبيعية وفقر وجوع ومرض وغيرها. تحتفل اليوم سفارة دولة الكويت لدى مملكة البحرين بقائد العمل الإنساني سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، انطلاقا من عقيدة دولة الكويت بأهمية الشراكة الدولية من أجل الإبقاء على الأسس التي قامت عليها الحياة وهي الروح البشرية. زينب عباس، تلفزيون دولة الكويت، المنامة، البحرين. في إطار نشاطاتها الثقافية والاجتماعية، نظمت كلية الآداب في جامعة الكويت فعاليات أسبوع ذوي الاحتياجات الخاصة تحت عنوان أبطال ذوي الإعاقة يروون قصة نجاح، وترمي هذه التظاهرة إلى إبراز معاناة وطموح هذه الفئة في المجتمع. جامعة الكويت ممثلة بكلية الآداب بأسبوع ذوي الإعاقة كجزء من المبادرات الإنسانية التي تحرص عليها الجامعة في مجال الإعاقة. يحتفل العالم هذا الأسبوع بأسبوع المعاقين أو أسبوع ذوي الاحتياجات الخاصة، والكويت كجزء من هذا العالم ولها مبادرات إنسانية معروفة ولها بصماتها في مجال العمل الإنساني تحتفل بأسبوع ذوي الاحتياجات الخاصة. وكلية الآداب الحمد لله رب العالمين الآن صار لنا سنوات نعتني بهؤلاء أبنائنا وبناتنا، ونبذل كل الجهد لمساعدتهم وتسهيل جميع أمورهم اليومية والدراسية في كلية الآداب. أسبوع ذوي الإعاقة من الأسابيع التي تحظى باهتمام كبير من قبل كافة الجهات الموجودة داخل الكويت بهدف الاهتمام بهذه الشريحة في المجتمع. احنا اليوم متواجدين في كلية الآداب على أساس نناقش أمور طلبتنا المعاقين. هو في لجنة حق الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي طبعا معوقات صغيرة بس تأثر عليهم، خاصة أنه يعني هم طلاب على الويلتشير أو الكراسي المتحركة، فهذا يجب أن يكون في ممرات لهم بالنسبة حق اللفت أو المصاعد هم كذلك. فإحنا اليوم راح نناقش مع المسؤولين في كلية الآداب عن هالموضوع هذا. الاحتفال بأسبوع ذوي الإعاقة يساهم في رفع معنوياتهم ويعزز الثقة في نفوسهم ليكونوا عنصرا فعالا في المجتمع. دلال أبو الحسن، تلفزيون دولة الكويت. سيداتي وسادتي، البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى سلطان البخيت عن عمر ناهز 63، وسيوارى جثمانه الثرى في الساعة 9 من صباح غد. انتقل إلى رحمة الله تعالى خالد ظاهر معاشي الفاضل الحسيني عن عمر ناهز 24. انتقلت إلى رحمة الله تعالى بهية خزع الشعبان العميري أرملة عيسى عبد الرزاق العميري عن عمر ناهز 71. إنا لله وإنا إليه راجعون.
ختاما بهذه النشرة، هذا تذكير بأهم العناوين. تقبلوا تحياتي وتحيات الزميل في لغة الإشارة محمد الرمجي. رئيس مجلس الأمة يؤكد أن رجال الأمن في الكويت يقدمون أروع الأمثلة على التضحية والإيثار. الشيخ محمد الخالد الصباح يكرم ضباط وأفراد قوة الاقتحام في حادث إطلاق النار بتيماء. واختتام الاجتماع 13 للوزراء ورؤساء الخدمة المدنية بالتأكيد على تحقيق المساواة بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالقطاع الحكومي.